السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامعة الإمام الصادق. جامعة الإمام الصادق هنا مطينا ملزمة، وهي الملزمة للأدب، وتعال خلينا نشرح هاي الأدب. طلابنا اللي يتابعونا على اليوتيوب راح تلقون رابط الملزمة موجود أسفل هذا الفيديو. طيب، مش عندنا Literature الأدب. تعريف الأدب: Body is a body of written works، هو شكل كتابي، عمل بشكل كتابي. طيب، هذا التعريف هسه راح نشوف. Reflection هو انعكاس للحياة، هنا قاعد يشرح لنا، وهو art mirror، مرآة فنية للمجتمع. يعني شو يصير بالمجتمع نسويه بشعر. لكن التعريف راح يبدي من هنا. التعريف راح يبدي من هو أي ريفير، يشير إلى أي عمل كتابي أدبي. طيب، هذا التعريف الأساسي اللي يركزون عليه. Literature has different branches، ويوجد العديد من الفروع، وهسه راح نجي إلى هاي الفروع اللي هي: 1 البوتري، 2 نوفل، 3 دراما، شعر، رواية ودراما. حتى احنا نقول عليها دراما. قيمة الأدب. قيمة الأدب شنية؟ رؤية الأشياء بصورة مختلفة. إذا سي لايف هاي واحدة. هنا يقول رؤية الأشياء بصورة مختلفة. نجي إلى تعريف الشعر. ما هو الشعر؟ الشعر شن هو؟ هنا مطينا نقطتين. أولا، هي لغة من القلب، لغة طالعة من القلب للتعبير عن المشاعر من خلال المعاني والأصوات والقافية، ريذم، العفو، ريذم النغمة والعنوان، there were، نعنون الكلمات للمخيلة. Written or formula concentrate on imaginative. ها، إنها تركز على المخيلة. Language chosen arrange إلى آخره. هاي خلصت؟ لا. نجي إلى الشاعر. تعريف الشاعر: هو الشخص الذي يقول، شخص يتكلم إلى أشخاص. الذي يشعر، يرى ويشعر بالأشياء. That average person does not see. نفيل المهم، يعني هي مو شخص يتكلم، هو مو هذا الشاعر، لا مو هيجي، اللي هو المان، الرجل، هو الذي speaks أو says poetry، الشخص الذي يقول الشعر. اسمحوا للشاعر. زين، بالأفضل نقول create، الذي يخلق الشعر يكون شاعر. لماذا نقرأ الشعر؟ أنت، أنا من أريد أقرأ الشعر ليش؟ أولا enjoyment، للاستمتاع. For music، لنغمتها أو موسيقتها. See things، نرى الأشياء حولنا بصورة مختلفة. تزويدنا بالمعرفة عن الحياة والطبيعة والطبيعة البشرية. Human beings. What do you think? Because in Greece، زيادة ردة فعل، ردة الفعل حول العديد من الأشياء مثل الحب والموت والطبيعة. هاي أسباب خمسة لقراءة الشعر. نجي هنا. Essential، أساسيات الشعر. أول شيء اللغة. من أساسيات الشعر اللغة، بس ما كاتب لنا تعريف عنها، بس تذكر اللغة. Diction، الرواية أو السرد، إحنا نقول عليه السرد. Through using word he bought experience in emotion. Diction، هي اختيار الكلمات للقصيدة.
بعدين يجي يشرح لك هاي اختيار كلمات تكون مناسبة أو مناسبة للمشاعر إلى آخره. إيمجري التصور، شنو يعني تصور؟ التصور إنتاج صورة في عقل القارئ من خلال شنو؟ من خلال الديسكريبشن، الوصف، يعني تنطي وصف بحيث تخلق صورة في عقل القارئ. مطينا مثال عليها. كونوتيشن هي مشاركة الكلمة again through constant use. لا لا مو هيك شيء، خليني اوضح لك اياها شلون. اسف، شنو يعني كونوتيشن وشلون استعمل الكونوتيشن؟ الكونوتيشن قاعد يقول لي، نعم بعدين اسولف وياك. آسف شباب تأخرت عليكم دقيقة. تمام، هاي الرسائل تجينا مشكلة مشكلتها. الكونوتيشن وين وين سولف؟ ها كونوتيشن، كونوتيشن يعني دلالة. دلالة شنو؟ هو الارتباط المكتسب من خلال شنو؟ الاستخدام المستمر. كونتاست يوز، يعني نقدر نقول تعريف هنا. اوكي هذا التعريف. ابيل هاي تتبقية، هاي مين هاي؟ هذيش الكونوتيشن. اوكي نجي المن، نجي الى الدنتيشن. الدنتيشن الدلالة. It is meaning of the word، هي معاني الكلمة in the dictionary في القاموس. ها هي معاني كلمات في القاموس. شوي خليني أوضح لكم إياها هنا. من أجي وأقول أقول يابا على سبيل المثال حديقة باللغة العراقية، كلمة حديقة. حديقة معناها بالقاموس هي الأرض الخضراء المزروعة في المنزل إلى آخره، لكن كونوتيشن معناها هو الشخص الوحيد. وضحت الفكرة شباب؟ جيد. الوسائل الأدبية، بالنسبة للوسائل الأدبية هي تكنيك أسلوب يستعمله بوت الشعراء to produce لإنتاج special effect أو إيفا. هاي ما راح أجيب لك تعريفها، راح يسألك ما هي الوسائل الأدبية. عندنا ثلاث وسائل، structure التركيبية، وعندنا السنس والساوند. عندنا الوسائل الصوتية والوسائل التركيبية. التركيبية يعني شلون تركيبها، شلون سطور مترتبة، والمعتمدة السنس اللي تعتمد على الإحساس. إذن يبدو عندكم تعاريف، مثلا نجي على ستراكتشر ديفايس. شو ما كاتب تعاريف، يلا خير وبركة، كم زي ما كاتب لكم تعاريف. منها عندنا الكونتراست التضاد. تضاد شنو؟ تضاد يعني تو أبوزيت بيكتشر، صورتان أو فكرتان متعاكستان لكن مجتمعات في مكان واحد. زين. illustration التصور. التصور يا بعد قلبي it make that form of شو السالفة؟ illustration لا قلت التصور، لا التوضيح، آسف التوضيح. هي صورة حية أو صور حية يرسمها الشاعر أو يرسم make an out، يعني شلون نقول توضح فكرة الشاعر. زين repetition التكرار، repeat the same word. sense device عندنا simile التشابه،
التشابه هو مقارنة بين شيئين باستعمال كلمة لايك وآز، والميتافور أيضا هي مقارنة بين شيئين لكن بدون استعمال لايك وآز. بس هذا السيميلي يصيحوا له دايركت مباشرة، وهاي غير مباشرة. التشخيص شيء غير حي يعطى له صفات الكائن الحي. نجي إلى الساوند ديفايس. ساوند ديفايس عندنا الرايم، القافية، القافية the line ending. يقول line ending in both and consists where that have the same sound، يعني نهاية السطر تحتوي على كلمات لديها نفس الصوت. alteration، alteration معناه الإعادة، هي إعادة بداية الكلمة. إذا كانت صحيحة، نعم، إعادة بداية الصوت الصحيح، الصوت أو الصوت الصحيح في السطر، يعني مو في عدة سطور، لا، يكون بنفس السطر. assonance أيضا إعادة، بس إعادة صوت العلة في نفس السطر. consonant إعادة الأصوات الصحيحة في نفس السطر، بس ليش هنا حاط لنا اصوات صحيحة؟ لا، قايل صح اصوات، ما عندنا هاي بعد، هو حسب الاسئله. انوماتوبيا، انوماتوبيا استعمال الكلمات السجاس ذا سنس، يعني تعبر عن الاحساس. مثلا اقول هش، هش الدلالة على شيء اللي شلون متعب، وهكذا. عندنا قصيدة بريك بريك بريك، هاي احنا شارحيها طلاب، تلقوها بال شو اسمه بالقناة مالتنا على التليجرام، راح اعيف لكم الرابط اسفل الفيديو. شكرا جزيلا.